لا تحد يواجه العالم في الألفية الثالثة مثل التحدي البيئي، بعد أن تجاوز الإنسان في اعتداءاته على بيئته ومحيطه كل حدود. ولأن الحفاظ على البيئة وعي وسلوك قبل أي شيء آخر، قامت بعض المدارس في دولة الإمارات العربية بنشر هذا الوعي بين تلاميذها في مختلف المراحل الدراسية بهدف خلق جيل واع يحترم قوانين الأرض التي يعيش عليها. من بين أهم الأمور التي تركز عليها التربية البيئية للطلاب، الشعور بالمسؤولية تجاه ما يحيط بنا، ووضع أسس ومفاهيم مبسطة للبيئة، وجعل الأطفال والتلاميذ جزءاً من تلك الحلول عبر مشاركتهم بالنشاطات المختلفة التي تغرس فيهم قيم الوعي البيئي. لدينا أسبوعنا العلمي، حيث يكون لكل صف موضوع معين يعمل عليه يخص النظام البيئي، وسنقوم بعمل هذه المواضيع هنا، حيث لدينا ركن لكل صف. فمثلاً هذا المكان مخصص لكل شيء بيئي، ونستخدم أشياء يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مثل البلاستيك والأوراق والقماش والخشب. إعادة تصنيع الأشياء واستخدامها من جديد بطرق نظيفة واحدة من أهم الأساليب الرائدة في المدارس، كإعادة تدوير الأقمشة وصنع حقائب أو أغراض منزلية ومدرسية منها. فهذا المقعد مثلاً تم إعادة تصنيعه من أكواب البلاستيك ليصبح واحداً من بين أشياء كثيرة يمكن الاستفادة منها بطريقة مستدامة ورحيمة بالبيئة. البيئة بالنسبة لي كل حاجة، هي بتمثل كل حاجة حوالينا، كل حاجة بتحصل حوالينا بتبقى بسبب يعني أكشن بسيط من كل واحد فينا. أنا نفسي يعني أنا I believe إن أي أكشن بسيط ممكن نعمله هيأثر تأثير كبير في اللي بيحصل حوالينا. يتفق الخبراء والمهتمون على أن التربية البيئية إذا ما أدرجت في مناهجنا فإنها وبلا شك ستؤدي إلى اكتساب القيم الإيجابية والحفاظ على المستقبل من خلال الحرص على عدم تلويث البيئة وتوليد المعارف والمهارات وخلق السلوكيات التي تضمن مستقبلنا بشكل آمن. نؤمن أن التعليم فيما يخص البيئة ليس فقط لحظي بل هو عن المستقبل، وهو تعليم يدوم طوال الحياة، والذي يهمنا أيضاً أنه ليس للتعليم حدود. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، لذلك لا يدخر هؤلاء جهداً في تعميم ثقافة الحياة الصحية على كوكب الأرض، رغم معرفتهم بأن كل ما يقومون به لا يعدو كونه خطوة في طريق طويل، لكن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة.